بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي العزيز، اقل من اسبوعين كده طلع رئيس نادي الرجاء محمد بودريجا قال سيبقى. مين ده؟ جوزيف زنباور مدرب فريق الرجاء. والدنيا بالنسبه للجمهور عسي بودريجا، الدنيا بالنسبه لك تمام، الله يبارك لك. شكلنا كده داخلين على موسم عظمه، والناس خلاص بلعت فكره ان زنباور مكمل رغم كل الاشاعات اللي كانت بتقول زنباور مش مكمل. بعد كده صديقي امبارح اتفاجئنا ان تم اعتقال رئيس الرجاء محمد بودريجا في المانيا. ليه تم اعتقاله؟ ليه؟ والله ابن عمي ما حدش عارف اي حاجه. هو بيقول لك الراجل كان عنده فتره نقاه، كان بيتعالج في اوروبا، مره واحده راح المانيا عشان خاطر يتفاوض مع زنباور ان زنباور يكمل. يا اسطى انت مش كنت بتقول لي زنباور مكمل؟ والله هو اللي قال كده. المهم يا صديقي ان قصه زنباور دي مشيت على خير. لا يا ابن عمي، بقول لك تم اعتقاله. وفي اخبار اتسربت من شويه ان الحمد لله رب العالمين السلطات الالمانيه هتسلم محمد بودريجا للسلطات المغربيه. لا ثواني بس، هو بودريجا كان هربان؟ لا ما حدش كان عارف. طب هو بودريجا كان مطلوب في المغرب؟ الله اعلم. يا اسطى انا مش فاهم حاجه، والله يا ابن عمي مفيش اي حد فاهم حاجه في الحوار ده. الناس مش فاهمه بودريجا اتقبض عليه ليه، ومش فاهمه بودريجا ايه التهمه اللي اتقبض عليه في المانيا فيها، ومش فاهمه هيتسلم للسلطات المغربيه ليه، ومش فاهمه مش راضيين يدخلوه البلد ليه، ومحدش فاهم اي حاجه. طب زنباور قاعد ولا مش قاعد؟ يا ابن عمي الله اعلم بجد. الله اه والله، يعني زنباور لحد دلوقتي محدش عارف اي حاجه. يا ابني وحد عارف رئيس النادي اصلا ممسوك ليه ولا معكوش ليه ولا الدنيا بالنسبه له ايه؟ انت بقى لو تعرف حاجه بالله عليك قول لي، عشان بصراحه مش فاهم الحوار ده. انا مش فاهم ليه رئيس الرجاء تم اعتقاله في المانيا، ومش فاهم بناء على ايه، ومش فاهم حيثيات اعتقال رئيس الرجاء في المانيا، ومش عايز اروح ورا اي اخبار من الاخبار اللي بتتقال. عايزك انت تقول لي بما انك انت في قلب الحدث. لو انت بقى في قلب الحدث ومش عارف كده بقى انتهت حلول الارض وتبقت حلول السماء. اتمنى زنباور ان هو يكمل مع الرجاء، واتمنى ان الرجاء يعرف يعني يتواصل مع زنباور وزنباور يكمل مع الرجاء.